السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ورك كودين. إذا باقيين مكملين في التوتوريال ديال رياكت جي اس. إذا لاحظتوا معايا الآن حنا بغينا نحيدو الانبوت وبغينا نديرو سيليكت، بحيث نكليكي تكون عندي مجموعة ديال الخيارات. إين فون كليكي خيار معين تخرج لي الخيار يتكتب لي هنا في اليوزر انترفاس. إين فون كليكي فاليدي يخرج لي عاوتاني في الكونسول. إذا هو يكون سهل وبسيط، ولكن أنا نحاول نعاود لكم الكود من الأول باش اللي ما فهمش الفيديو السابق يفهم دابا اكثر. اذا اول حاجه غادي تكون فورم، فوالا غنديروا فيها غير سيليكت، وهاد سيليكت يكونوا بالداخل ديالها لي زوبسيون. اذا غندير الفالي الاولى، حنا تكون عندنا مجموعه ديال الخيارات، انا ندير غير جوج، ندير غير جوج تقريبا، وكنديروا نفس القيمه بالداخل. فوالا اذا غنهز بحال هكا، فوالا يكون عندنا بوطون من بعد فيرمون ديال سيليكت، نحط البوطون ديالي فوالا ونكتب فاليدي. صافي هادشي اللي عندنا. غنمشي الان نشوف، فوالا السيليكت ديالنا بكل بساطه. حدنا غادي نجيو لهنا وغنبدلو هاد الانبوت اللي حيدناه ونكتبو في بلاصتو سيليكت. شو الان نشوفو، فوالا اذا هادي هي سيليكت عندنا. لاحظوا عندنا الخيارات. الان انا بغيت فاش نبدل هاد الصالاد تكتب لي هنا، وفاش نبدل هاد الجيس تبدل لي هنا، تكتب لي كتغيير. اذا اشنو غنديروا في هاد الحاله؟ اذا غنمشيو نيشان للسيليكت وغنكتبوا فيها يعني اون تشينج، يعني عند التغيير. حنا قلنا هاد الفانكشن خاصه بانه فاش يكون عندك اي تغيير كدير لي زاكولاد دائما في حاله احضار اي داتا، وغنسموها هندل اي حاجه بغينا. اذا ندير هندل تشينج هنا لدي عين نفكر. فوالا اذا هاد هندل تشينج انا باغا فاش نكليكي على السيليكت تخدم ليا. اذا هاد هندل تشينج غنجيبها ونحطها هنا. حنا اشنو قلنا باغيين هاد هندل تشينج دير لينا؟ نكتبوها بطريقه الاراو فانكشن. غنفتح الاقواس وغندير بحال هكا ونفتح لي زاكولاد. اذا بمجرد نغير في السيليكت شي اوبسيون اخر بغيتها اجدي ليا تخرج ليا القيمه، باش تخرج ليا القيمه غادي نكتب. قبل ما نكتب هذه القضيه غندير ستيت بعدا هي اللي غنحط فيها القيمه اللي عندنا. لاحظوا معايا، غندير ايكال وغنجي وغندير نيم اتريبي وغندير دو بوان نكتب نخليها فارغه. الان غنجي نطبع تحت، انا قلت لك خاصني بغيتها تطبع ليا لتحت. اذا غندير ديز، لاحظ ديز يعني اللي كاينه في الكلاس اللي جايبين احنا من ستيت، و هنقولوا اشنو باغي نجيبو من ستيت، هنجيبو النيم لان حنا باغينها تطبع لينا، ولكن هتطبع لينا خاويه. لاحظ دابا باش غنديرو بحال هكا كطبع خاويه. علاش؟ لان النيم خاويه. هاد هاندل تشينج هي اللي هتطبع ليا هذاك التغيير اللي عندي. اشنو غتكتب ليا؟ هنجي بالداخل ديالها وهندير واحد البارامتر هنسميه ايفنت، وهنجي ونكتب ليا ديز لحتي هي خاويه. اذا خاصني نبدل الفراغ ديالها، غندير سيت ستيت هي اللي كتبدل ليا ستيت. غنفتح الاقواس ونفتح لي زاكولاد ونكتب نيم باش بغيتها تبدل، بغيتها تبدل بهذاك الشيء اللي غنحط في سيليكت. اذا غنجي نكتب ايفنت وندير بوان تارجيت وندير بوان وندير فالو. غنمشيو الان نشوفو هادشي واش يتنفذ ولا لا. اذا نيم كنديرو دو بوان ما كنديروش ايكال، عندي مشكل مع الايكال كنسوك نديرها. لاحظ معايا الان نختار، لاحظ هي طبعت هنا راه ما بانتش لك. اذا غنجي ندير هنا اش ان باش تبان لي اوضح، فوالا نشوف الان. لاحظ معايا فاش نبدا ندير الخيارات، فوالا الان هما بداو كيبانو. علاش مشات هنا وما بقاتش هنايا؟ لان هذاك اش ان كيرجع للسطر. لاحظ معايا الان فوالا مع كل تغيير. الان حنا قلنا لها بغيناها تكتب هنا، وفاش ندير لها فاليدي تمشي ليا الكونسول. لاحظ هنا الطبع ماشي مشكل، وفاش نكليكي هنا تمشي ليا الكونسول. اذا باش تمشي ليا الكونسول اش ندير؟ لاحظ راه علاش اختفت، لان هاد البوطون كيدير سيبميت، كيدير اونلود الباج. اذا نجي لهنا البوطون، ولا يفضل نكتب في الفورم. هنقول لها فاش ندير سيبميت يعني اون سيبميت، طبقي ليا هاد الفانكشن. وغنجي ونفتح لي زاكولاد وغندير ديز وغندير بوان
وندير هند الكليك. يعني فاش ندير سيبميت تبقي ليا هاد الفانكشن. فوالا الان هاد هند الكليك خاصها نمشي نعرف بيها هي باش تنفذ باش ندير سيبميت. اذا اشنو بغينا احنا من هاد الفانكشن؟ غندير طريقه الاراو فانكشن، لاحظ هنا تساوي هي الاولى، عاد غنجي ندير اراو هنا، هي خدات سميه من السهم. فوالا الان اشنو بغيتها؟ بغيت اين فوا نكليكي عليها تخرج لي هذيك القيمه في الكونسول لوغ. اذا غنكتب القيمه راه هي كونسول لوغ. اشنو غيتحط فيها بالضبط؟ غتحط فيها غير هذه القيمه ها هي. نمشي الان نشوف. اذا قالوا لي راه ماشي جلوبال، حيتاش علاش؟ حيتاش هما فاش لقاوني معيط على ايفنت هنايا هضروا لي على هذه، راه هاد الايفنت اللي كتبتي راه يتقرا غيرهن، يعني خاصني نجي ونعاود نديرهن باش تعرفوا واش كاين. يعني ديك الايفنت ما عيطش عليها. نجي هنا كليكي فاليدي، راه بانت وحيدت. اذا غادي نجي هنا ونزيد باش ما ديرش ليا اونلود الباج ونشوف اشنو كاتب انا قدامي. اذا اشنو غنكتب؟ كليكي بحال هكا فاليدي، راه خرجت لينا لاحظتيها، ولكن باج كدير اونلود. باش نتفاداو هذا المشكل قلت لك جي دير ايفنت هنا، ايفنت بحال هكا، ودير بوان، ودير الفانكشن او الميثود ديالك بريفنت ديفولت، وغتفتح الاقواس بحال هكا. نمشي الان نشوف. فوالا الان تخرج بكل بساطه. نعاود عاوتاني نبدل، فوالا نعاود عاوتاني نبدل، فوالا. اذا هادشي اللي عندنا، اذا هادشي اللي عندنا. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، متصوروا ديروا ليا جيم وتشاركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.